الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن كيف أن الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، قد أقامها الله عز وجل على التنظيم والاطمئنان والخشوع والترتيب. فهل بقية الأركان كذلك؟ والجواب نعم. نعم، نجد أن العبادات التي هي أركان الإسلام، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، وطبعا الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نجد أن بقية الأركان أيضا أقامها الله تعالى على التنظيم والترتيب، ولم يتركها مبهمة، ولم يتركها دون أن يبين لنا أركانها وسننها وآدابها، لم يتركها لهوانا، وإنما حددها الخالق عز وجل. الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، نجد أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة، لمن تصرف الزكاة؟ الزكاة التي هي حق الفقراء على الأغنياء، لمن يصرفها الأغنياء؟ نجد آية كريمة هي الآية رقم 60 من سورة التوبة تقول: إنما الصدقات، والمراد بالصدقات هنا الزكاة المفروضة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. حدد القرآن الكريم 8 أصناف هم الذين تعطى لهم الزكاة. ومتى تجب الزكاة على المسلم؟ متى؟ نجد شريعة الإسلام تحدد ذلك تحديدا، فيه التيسير، أن المال الذي تجب فيه الزكاة يجب أن يحول عليه الحول، وأن يبلغ النصاب، وأن يكون مالا ناميا، وأن يكون صاحب هذا المال ليس عليه ديون، وأن يكون هذا المال فائضا عن حوائجه الأصلية، هنا تجب الزكاة. نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل كل ذلك بتنظيم دقيق، فيبين لنا زكاة الأنعام وزكاة الزروع وزكاة الثمار، والقرآن الكريم يبين لنا بأن من الواجب علينا أن نشكر الله على نعمه، وأن نؤدي هذه الزكاة بالنسبة للثمار عند الحصاد. كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الصيام، صيام شهر رمضان، هذا الصيام هل تركه الله تعالى بدون تحديد؟ كلا، وإنما قال:
أياما معدودات. هذه الأيام المعدودات هي أيام شهر رمضان. لا مانع أن يصوم الإنسان في غير رمضان، ولكن على سبيل التقرب إلى الله. أما الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام على المسلم البالغ العاقل فهو صيام شهر رمضان. حدد القرآن الكريم الشهر الذي صيامه ركن من أركان الإسلام، وحدد مبدأ الصيام ونهاية الصيام، وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فحدد لنا أيضا ما يتعلق بآدابه وما يتعلق بأحكامه. الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو أداء فريضة الحج. الله عز وجل بين لنا أن الحج على المسلم البالغ العاقل المستطيع مرة واحدة في العمر، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه في العمر مرة واحدة، وما سوى ذلك فهو من باب التطوع. عندما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام أفي كل عام يا رسول الله، سكت عليه الصلاة والسلام، فأعاد الرجل سؤاله فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لو وجبت، ولو وجبت لما استطعت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن حدد لنا الخالق عز وجل أيضا وقت الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شهر معروف بأن هذه الأشهر هي أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة أو النصف الأول من ذو الحجة وهكذا. إذن نجد أن هذا الكون وهذه العبادات قد أقامها الله تعالى على التنظيم الدقيق، فعلينا أن نتعلم ذلك، وأن يكون شعارنا في حياتنا أن نبني حياتنا على التنظيم والترتيب، وأن نضع كل شيء في وقته وفي زمنه. متى فعلنا ذلك زادنا الله سبحانه وتعالى من خيره ومن فضله ومن إحسانه، لأنه عز وجل هو القائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.